شريك النجاح مع محمد الإبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين MBC FM، حلقة جديدة من برنامج شريك النجاح في اليوم الخميس. قبل ما نبدأ الحلقة ونتكلم عن الموضوع، خلنا نتكلم عن أن يوم الخميس تكثر العزائم، يا أنك أنت معزوم أو عازم ناس. فالأفضل للجمعات وللعزائم أنك تختار معجنات سنابل السلام، سواء في الحلويات في الموالح ولا في المعجنات في الكيك في ورق العنب. عندهم يعني ما شاء الله تشكيلة منوعة. ليه اخترت لك سنابل السلام؟ لأني أنا مهتم في الجودة اللي أنت تبحث عنها، ومهتم في أنك تبيض وجهك قدام الناس اللي أنت عازمهم. سنابل السلام اللي ميزها أنها حاصلة على شهادة الإيزو للجودة، وهي عضو في الاتحاد العربي للصناعات الغذائية. والأهم والحلو فيهم أنهم ما يستخدمون لا الألوان ولا المنكهات الصناعية ولا المواد الحافظة نهائيا، كل شغلهم افرش. طيب، بعد ما حليت لك موضوع اللي هو وش راح تجيب للمعازيم وش راح تسوي، حلينا هذا الموضوع، ندخل على موضوعنا. موضوعنا كثير من المهن يشوفها أصحابها أنها متعبة وفيها مجهود، ناهيك عن بعض المخاطر الموجودة في بعض المهن. في كل مهنة متعارف عليها أن هي مهنة المتاعب. سؤالي لكم مستمعينا اللي يسمعنا الحين من خلال أثير إذاعة MBC FM، عن المهنة اللي من وجهة نظرك تشوفها هي مهنة المتاعب، وليش أنت اخترت هذه المهنة؟ وإذا كنت تسمعنا وأنت من أصحاب هذه المهن، مهن المتاعب، وحب تشاركنا عن تجربتك على 0112684488. في شريك النجاح احنا مختارين مهنة راح نتكلم عنها وعن تفاصيلها، لكن في البداية حبينا نعطيكم الفرصة ان انتم تشوفون هل في احد راح يجيب هذه المهنة او ممكن انتم تختارون مهن مختلفة. يلا، اليوم الخميس نهاية الدوام، فهل انت تصنف مهنتك انها هي المهنة الاكثر متاعب، او ان شايف مهنة لغيرك فيها متاعب اكثر؟ ناخذ اول اتصال نقول مساء الخير. يا هلا ومرحبا. اهلا، حياك الله حبيبي. الله يحييك، تعرفني باسمك؟ موسى الاسمري ابو ميلة. هلا ومرحبا موسى. اختار واحد. يا ذا اللي تبي موسى. يلا. طيب الله يخليك. طيب اسالك عن المهنه اللي تشوف ان فيها متاعب كثيره، يعني انت سواء المهنه اللي انت فيها او مهنه غير المهنه اللي انت فيها. صراحه قول. ايوه، هي العسكري اللي في الحرم. العسكري اللي في الحرم. أيوة صراحة، إني خدمت في هذا الشيء، تقابل أشكال وألوان العالم، أخلاق أشكال وألوان، مزاجات أشكال وألوان، لغات مختلفة، يعني و... مرة يعني بعضهم حتى ثقافات مختلفة. أنت تبغى تقول له شكرا أو تبغى تقول له أوكي حركتك صح اللي سويتها وموقعك اللي تصلي فيه صح، يروح يخاصمك. طيب أنا بقول لك أنت أوكي. نعم. أقول لك لا، بلادهم الشيء ذا غلط زي كذا، والحمد لله. حتى في الوقت يعني في الحج كنا نوقف اتوقع 16 ساعة وقفة واحدة. نعم. هذه مهنة الله. يعني فيها الأجر يعني العظيم اللي انتم يعني بصراحة يعني محسودين عليها، هذه الوظيفة خدمة ضيوف الرحمن. اللهم لك الحمد يا رب. الحين طلعت تقاعد؟ نعم. لا لسه. يعطيك العافية وعساك على القوة ان شاء الله. يلا الله يوفقك يا رب. ألف شكر لك حبيبي. الله. العفو، فعلا يستاهلون تحية وتقدير رجال الأمن. مساء الخير. ألو، يا هلا ومرحبا. طيب راح الاتصال وإحنا راح نروح، لكن ما راح نطول عليكم، راح نطلع فاصل إعلاني وبعد إن شاء الله مكملين مشوار شريك النجاح. حياكم الله من جديد في شريك النجاح. نتكلم اليوم عن المهن اللي أنتم تشوفون أنها هي من أصعب المهن، واللي خلينا نقول أن فيها متاعب، سواء يعني زي تجربة أنت خضتها أو تشوف أنه والله وظيفة غيرك هي اللي صعبة. ناخذ اتصال. مساء الخير. مساء النور. يا هلا ومرحبا. أهلين وسهلين. يا هلا. طيب اسمه محمد. تفضلي ياسمين، أخذنا مشاركتك إحنا. طيب بعد نسكر، عندي مشاركة ثانية. تفضلي. أنا مشاركتي الثانية بتكلم عن أفضل يعني استثمار للمملكة، هي الصناعة والزراعة. طيب شكرا لك، يعطيك العافية، شكرا على الاقتراح. مساء الخير.
ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. الله حي محمد، مرحبا. الله يحييك، كيف حالك؟ الحمد لله. معك أبو محمد، الله يحييك. أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. نعم، أنا شوف كل الوظائف يعني فيها متاعب، لكن أنا كواقع تجربة، نعم، أنا أحس أنها متعبة، اللي هي وظيفة الرجل الأمن، اللي هو رجل الأمن الصناعي في داخل المنشآت الصناعية، البترولية والبترولية والصناعية. فهذه الوظيفة نعتبرها يعني أتعب، لأن فيها تتفرع لعدة فروع، منها المفتش السلام اللي مراقب على الآلات والمعدات، كرجل أمن، كمنظم سير، كمنظم خطط في غرفة عملية التحكم. فأنا اشتغل فيها تقريبا فوق 8 سنوات، وكان فيها تعب شوي، ولكن الحمد لله رب العالمين، ربي قوانا وطلعنا من القسم هذا لقسم آخر. الحمد لله، يعطيك العافية، وشكرا أن أنت خليتنا نسلط الضوء، أو أنت سلطت الضوء على هذه المهنة. فعلا والله، ترى الأمن الصناعي يعني لا يعني ما هي بأقل من أي وظيفة أمنية أخرى، لأن فعلا واجهنا فيها أشياء واجهناها فعلا. يعني شلون أصفها لك؟ يعني كمثل المراقبة، خاصة المراقبة والتحكم، هذه ضرورية جدا في أي منشأة حكومية، ولازم تكون عين ساهرة عليها أنت أيضا. صحيح، يعطيهم العافية كل من يخدم في هذه المهنة. الله يعطيك العافية، شكرا لك. اتصال ومشاركة جديدة، مساء الخير. ألو، مساء الخير. يا هلا ومرحبا، حياك الله. معك يوسف. حياك الله أخوي يوسف، تفضل يا يوسف. المهنة اللي تشوف أن فيها متاعب كثيرة؟ أشوف هو يعني أنا ممكن أعدل على سؤالك، مهنتي وش المتاعب اللي فيها؟ أنا ممكن أتكلم عن مهنتي، لكن في مهن ثانية اللي هي صعبة جدا، فيها مصاعب جدا، لكن أتكلم عن مهنتي. أنا بايع مجوهرات الماس وهذه الأمور. نعم. يجيني من جميع الطبقات، في نفس اللحظة ما تدري هذا بيسرق، هذا وش وضعه، هذا يعني لازم تكون مركز مع الجميع. وفي نفس اللحظة يدخل عندك شخص من طبقة مرموقة، لازم تغير مودك وتصير تقابله بشكل كويس وتتكلم معه وتدري انه بيشتري. وغير كذا لما يجيك واحد يسرق ويطلع وتنحاش وانت مكرش، بصوت الحقيقة. طيب، بس هذه الامور. طيب، يعطيك العافية، شكرا لك. بارك الله. اتصال جديد، مساء الخير. مرحبا. يا هلا، حالك؟ تمام. ياسمين، اقول لك محمد، نبيك تجيب لنا دكتور متخصص في الخلطات الطبيعية. طيب ياسمين، انت شاركتي الحين 3 مرات. طيب وش فيها يعني؟ لا بس نعطي فرصة لغيرك، ايش رايك؟ طيب ممكن شاركت، يفضل مشاركة غيري. طيب شكرا لك، هلا والله. اتصال، مساء الخير، قبل ما نطلع فاصل. الو. الو، مرحبا. يا هلا ومرحبا، حياك الله، نتعرف باسمك. معك نايف الحربي. حياك الله اخوي نايف. نايف، نتكلم اليوم عن المهن اللي فيها متاعب من وجهة نظرك. والله في بعض المهن اللي فيها تعب اكثر ودخلها اقل. نعم، يعني عرفت ايش اقصد. نعم، يعني كلمني عن المتاعب اللي فيها. يعني مثلا عندك الحراسات الأمنية، مع أنها مهمة وضرورية، صحيح، بس أنه دخلها يعني شيء. إحنا بإذن الله في شريك النجاح راح نفتح حلقة خاصة عن رجال الأمن. صحيح، الله يعطيكم العافية. الله يقويكم. شكرا. أنا بتصل ترى على برنامج ثاني وبالغلط لي. جيتنا بالغلط، يعني رب ضارة نافعة، ولا خلنا نقول الله يحفظك، رب صدفة خير من ألف ميعاد. الله يحفظك حبيبي، الله يعطيك العافية. يا هلا فيك يا أخوي نايف، حياك الله. طيب احنا راح نطلع فاصل، وبعد الفاصل راح ندخل في أعماق أحد المهن اللي فيها متاعب، وارتبطت المتاعب بشكل كبير في هذه المهنة. بعد الفاصل نكشف المهنة. شريك النجاح، شريك النجاح مع محمد الإبراهيم. بعد نجاح The Voice Kids وتألق The Voice، الفرصة اليوم The Voice Senior. تمتلك الصوت الرائع وعمرك 60 رمى فوق، الفرصة للشهرة والتألق ما تزال أمامك. للاشتراك زوروا موقعنا mbc.net/
The Voice Senior. شريك النجاح، شريك النجاح مع محمد الإبراهيم. حياكم الله من جديد مستمعين بي سي اف ام، رجعنا نتواصل معكم في حلقة شريك النجاح، واليوم نسلط الضوء على مهنة المتاعب ارتبطت بشكل وثيق بمهنة الصحفي الميداني. ممكن البعض يقول ما نتوقع أن هذه المهنة فيها صعوبات، لكن احنا راح نتكلم فيها بشكل أكبر. تعتبر مهنة الصحفي أو المراسل الميداني من أصعب المهن في عالم الصحافة والإعلام، بل أن البعض يرى بضرورة أن يلتحق أي موظف يعمل بالإعلام بالعمل الميداني أولا ثم يتدرج في بقية المهن الإعلامية. وموضوع زي كذا ما ينفع نتكلم فيه أو نتكلم في تفاصيله إلا لما ناخذ أصحاب هذه المهنة، واليوم معنا الزميل الإعلامي والصحافي التلفزيوني زميلنا في MBC خلف الخلف. أرحب فيك حبيبنا خلف، كيف أمورك؟ أهلا وسهلا محمد، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة MBC FM. طيب في البداية يمكن بعض المستمعين اللي الحين يسمعنا يقول هذه المهنة الصحفي، لا الصحفي بالعكس يطلع في التلفزيون أو شهرة أو تنزل له مقالات وكذا. احنا نبغى أنت تشرح لنا بشكل مبسط عن المتاعب اللي في هذه المهنة، وبعدها راح نتكلم عن تجربتك الشخصية. طيب اولا يعني لما نتكلم عن المراسل الميداني، المراسل التلفزيوني هو ينزل للميدان، يصل للناس، عمله مش في المكتب، عمله دائما يعني ما تجده، اما ان تجده في الشارع، اما ان تجده على يعني كرسي محترم وكرسي مرتب، واما ان تجده احيانا على قارع الطريق ولا بقالة. الصحفي التلفزيوني ينتقل من مكان الى مكان، ينقل قصة الفقير، قصة الغني، قصة المرأة الكبيرة، الطفل الصغير. المهنة صعوبتها في أنه أنت ما تقدر تقول أنا موظف وبس، لا، أنت تنزل ميدان تحقق في عملك، إذا كان تحقيق صحفي تستمر في عملك لساعات طويلة، يمكن حتى أحيانا عملك ما يخلص في يوم ولا يومين ولا ثلاث أيام، وأنت تشتغل على تقرير مدة دقيقتين فقط. هذه صعوبة العمل. نعم. طيب هذه أنت يعني تكلمت عن المهنة بشكل عام، خلنا نتكلم عن تجربتك خلف، الأشياء اللي واجهتها، أصعب التقارير اللي سويتها في مسيرتك. طيب بالنسبة لل يعني التقارير أو العمل الصحفي، لما أتكلم أنا عن مثلا، خلينا نقول عن التجارب اللي أنا أعتز فيها كثير، اللي هي تجربة تغطية اليمن أو تغطية يعني الحرب هناك. لما نتحدث عن نقل القصص الإنسانية، أيضا نقل يعني بطولات جنودنا البواسل، أن تكون هناك بين يعني بين الجنود، وأيضا تدخل داخل الداخل اليمني وتنقل قصص مختلفة ربما يكون فيها نوع من الخطورة. أنا يعني أتذكر أنا ذهبت اليمن مرتين، كانت تجربة مختلفة، وكل تجربة يعني بالنسبة لي أفضل من الثانية. لما نعود للسعودية أتذكر قصص كثيرة، يعني لما أتذكر قصة، أنا ما ودي أذكر اسم الطفلة لأنه يمكن والديها يسمعوني الآن، لكن طفلة كنا نبكي أثناء التصوير لأنها كانت حالتها مأساوية جدا، هي انتقلت إلى رحمة الله. أتذكر أنه أنا وفريق التصوير، المصور ومساعد المصور، كنا في يعني نوبة بكاء غريبة بسبب حالة الطفلة، وما قدرنا نمسك دموعنا. يعني الصحفي يبقى إنسان في الأخير، أكيد. أيضا يعني من القصص اللي أنا ما أنساها، وأنت لازم تقول لما تنسق مع ضيفك تنسى أنه أنت مرتبط بدوام 8 ساعات أو 9 ساعات. أتذكر في أحد المقابلات جريتها مع الفنان العراقي المعروف سعدون جابر، أعطاني وقت ثم كان الوقت يعني ما يناسب، ثم غير الوقت، كان طيارة الفجر، فما كان أمامي لأني أسوي مع اللقاء أو أعمل لقاء على الساعة 2:30 يعني في منتصف الليل بالضبط. وأيضا يعني كان في أحد المخيمات بالقرب من المطار، فكان برد، وحتى كان فصل الشتاء، ما لي إلا أنه أقول أوكي. طبعا المادة لا تفوتني، أهم شيء الصحفي إذا فاتت المادة هو يعني يشعر بأنه ما أكمل عمله. نعم.
طيب خلنا نتكلم الحين على الصعوبات اللي أنت واجهتها مثلا. نعم. هذا أنت عطيتنا مثال موضوع تأخر الضيف وكذا، لكن صعوبات أنت واجهتها في العمل. شوف، أول حاجة أنا ودي أستقل هالنقطة وأشكر يعني رئيس تحرير أخبار أم بي سي سعد ثبيتي، هو دائما تحية. أكيد نوجه تحية، هو دائما داعم. أنا أقول أنه كل الصعاب لما يكون فريق العمل ويكون بيئة العمل ممتازة، صدقني كلها تذلل في سبيل أنه أنت تنجز مهمتك. أكيد الصعوبات كانت لأنه أنا جيت من أستراليا، كنت في فترة ابتعاث وعمل أيضا، كانت بيئة العمل هنا في السعودية وخاصة العمل الصحفي شيء جديد عليك، أنك تجمع أرقام، أنك تشتغل، أنك تبحث، يعني كانت في صعوبات في البدايات، لكن الحمد لله يعني كل الصعوبات يعني تنعدم في أو تحل في حال وجود إدارة يعني محترفة. نعم. طيب خل الحين نروح مثلا اللي يسمعنا الحين مثلا من طلاب الإعلام أو كلية الإعلام أو الطالبات اللي في المستقبل ودهم أنهم يهمني هالسؤال كثير. نعم. أنهم يأخذون هذه المهنة ويمتهنون هذه المهنة، إيش النصايح اللي أنت ممكن توجهها لهم؟ شوف يا سيدي، يعني طلاب الإعلام أنا ودي أقول لهم كلمة، يعني أنه ترى الدراسة والعمل أو الدراسة الأكاديمية هي ما هي إلا تقريبا 20% من عملك. الخبرة والعمل الميداني هو الذي يسقلك. طبعا لما نقول عمل ميداني يعني قوة، يعني مصداقية، يعني أخطاء ثم تحل هالأخطاء من خلال تجرباتك الفاشلة حتى تحول إلى تجربات أو تجارب ناجحة. طلاب الإعلام لابد أن ينخلطوا في العمل الميداني، لا يتوقعون أنهم حيتخرجون مذيعين أو حيتخرجون مراسلين مباشرة، لابد أن يرضى بأي مهنة بأي عمل داخل النطاق الصحفي، معد، منسق، وهذه بالعكس أعمال يعني جميلة جدا، وممكن حتى أنك تترقى أو حتى تنتقل من تخصص إلى تخصص. أنا أقول أنه طلاب الإعلام لابد لهم أن يعملوا في أي منظمة صحفية أو في أي منظمة، يعني في أي قناة، في أي إذاعة، في أي منظمة تطوعية، حتى يصقلوا مواهبهم وحتى يعملوا ويكتشفوا الميدان، لأن الميدان لابد له، يعني لابد أن تكتشف الميدان، يعني لا يمكن أن تعمل بدون فقط من خلال الدراسة الأكاديمية. الدراسة الأكاديمية ما تعطيك شيء أو ما تعطيك إلا 20-30%. يعني صحيح أنه ما عندنا معاهد كثيرة، ما عندنا معاهد تدريبية، هناك شرح في المعاهد، وأنا أقول اللي عنده يعني اللي يفكر في البزنس كثير، ترى هذا بزنس واعد، أنه يعمل معهد يعني أكاديمي متخصص وتدريب ميداني لطلاب وطالبات الإعلام. جميل. خليني أسألك الحين سؤال عن العمل الميداني أو العمل الصحفي، وش أضاف لك أنت شخصيا خلف الخلف؟ شوف، العمل الصحفي والميداني أضاف لي شيء كثير، خاصة لما تشتغل يعني في محطة مثل إم بي سي وشاشة كل العرب. أضافني قرب من الناس، خاصة التقارير الاجتماعية والإنسانية، المصداقية، لما تنزل ميدان فأنت تنقل الخبر بدقة كاملة. صحيح. أضاف لي أيضا يعني التنوع الخبرات، يعني لما لو كنت في المكتب على طول يعني ما حتجيني إلا حالات محددة، إن لما تكون في الميدان فأنت تكتشف كل يوم قصة، كل يوم يعني حالة تتعامل معها مختلفة، فهذا تضيف لسجلك يعني لسجل خبراتك. نعم. جميل. طب خليني أسألك الحين، التقارير هل يكون مثلا في اجتماع توزيع مهام لتقارير معينة مطلوبة، ولا الصحفي أو الميداني هو اللي يبادر وهو اللي يروح يكتشف الحالات وهو اللي يعرضها للإدارة؟ نعم، طبعا كل محطة يعني تتمنى أو عفوا تطلب من مراسليها أنهم هم يعملون قصص ويعني يغطون من مناطقهم. اليوم إم بي سي، نتحدث عن أخبار إم بي سي، يعني هناك شبكة من المراسلين في كل منطقة من مناطق المملكة، في أكيد اجتماع تحرير، في تقارير تطلب، في تقارير لابد المراسل أنه هو من يعمل عنها ويصنع، يبحث عنها، وخاصة التقارير الاستقصائية. التقارير الاستقصائية أنت لا يمكن أن تعمل عمل استقصائي لوحدك، هو لابد أن تستعين بذوي الخبرة، ذوي الاختصاص. لما تشتغل على عمل يهم المستهلك مثلا، فبتجيب لك ناس يعني مختصين في هالمجال. لما يعني يكون تحقيقك في جانب جنائي، لابد تكون تجيب ناس مهتمين في الجانب الجنائي.
بشكل أو بآخر المحطة لا يمكن أن يعني أن توظف مراسل فقط لي يعني يلبي طلبات أو تقارير أو عناوين معينة. لابد المراسل أن يعني يقترح كل أسبوع عدد من التقارير، وهذا هو عملنا اليومي يعني. نعم. طيب في تقرير تعتبره هو الأفضل في مسيرتك؟ يعني سويت تقارير كثيرة، بس وش التقرير اللي تحس أن هذا تعبت عليه ولقى أصداء كبيرة؟ صدق عاد هالسؤال هذا ما حضرت له. لكن والله تقارير كثيرة يعني، أنا تقريبا سنة ونص يمكن في الام بي سي، قبلها كنت في الإخبارية. لكن لما نتكلم عن التقارير والله كثيرة يا محمد، وكلها محببة لقلبي. لكن التغطيات اللي أنا أعتز فيها كثير اللي في اليمن وأيضا في العلا، أنا أتشرف كثير فعلا، أتشرف كثير أنه أنا نقلت يعني جزء مهم جدا من فعاليات شتاء طنطورة، وتقارير هناك كانت جميلة جدا. أنا على الصعيد الشخصي يمكن يعني أقدر أقول أن تجربة العلا تجربة أضافت الخلف شخصيا. أنا مؤمن بأنه المحافظات والقرى الصغيرة، مثل لما أتكلم مثلا عن محافظة الأفلاج، ذهبت لها تقريبا في 4 أيام، صنعنا يمكن 7 إلى 8 تقارير وعرضت يعني تباعا في نشرات أخبار التاسعة. كانت تجربة مختلفة بالنسبة لي، وجبنا قصص غريبة يعني، جبنا اللي يأكل جراد، وجبنا الأكلات غريبة ومنوعة، وجبنا أيضا يعني قصص من 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 داخل البيوت، يعني قصص بر، قصص غريبة، رجل يعني يقود السيارة بشكل دراجة بشكل عكسي وغيرها يعني، هذا اللي أتذكرها. لكن بشكل أو بآخر التجربة اللي ما زالت عالقة تجربة العلا أكيد. العلا. طيب خليني أسألك أن المميزات اللي لازم تكون في الصحفي الميداني، لازم ما يمل، لازم يعمل وما ينتظر حد يقول له روح، ولابد هو يكتشف، يذهب للميدان بنفسه، ما يطلب أوردر أو يطلب تصوير، وحدة التصوير لما يكون ينزل هو ويتأكد من العمل بنفسه ويتأكد من القصة بنفسه، لابد يتحقق حتى ما يورط الجهة أو يورط المحطة بتقرير مش يعني متكامل. لابد التقرير يكون متكامل، ولابد أنه ينزل بنفسه ولا يعتمد فقط على الاتصالات الهاتفية. أيضا يعني يحاول أن يبحث كثير، يشوف التجارب، تجارب الناس اللي قبله. أنا دائما أعتز كثير صراحة في تجربتي في أستراليا. أنا في أستراليا هناك تعلمت كيف أمسك المايك، تعلمت كيف ممكن يعني تصنع قصة. من دراستك كانت عن الإعلام؟ أنا دراستي ما كانت الابتعاث الأساسي ما كان إعلام، لكن درست إعلام هناك ودرست المراسل الشامل. أنا ودي أتذكر بس قصة، ودي صراحة الناس اللي مهتمين الآن يسمعوني بأن يكونوا مراسلين، أن يعملوا على يعني أو يأخذوا دورات في المراسل الشامل، أو في كيف يكون مراسلا شاملا، كيف يصور، كيف يمنتج، كيف يخرج مادته بنفسه. طبعا أنا أخذتها هناك في أستراليا وهذه أسعفتني يعني. أتذكر في أحد التقارير كنت في اليمن، كان في مشكلة بس المصور ما قدر يطلع معي، فاضطريت أنه أنا أخذ الكاميرات وأنا اللي أصور هناك. طبعا هي الحرب تجربتها مختلفة، لكن لابد المراسل أن يتوقع كل شيء يعني. صح. الآن حتى جوالنا ترى دائما نستعين فيه في أي مكان، ممكن تجد قصة وتصورها مباشرة بدون ما تنتظر تطلب أوردر. جميل. أنا راح يعني تقريبا الوقت انتهى، ودي أشكرك على يعني أنك قبلت هذه الدعوة وجيت تكلمت عن هذه المهنة. أتمنى لك التوفيق فيها، وإن شاء الله المستمعين والمتابعين إنهم يشوفون تقاريرك على شاشة MBC ويشوفون الجديد والمميز منك دائما. حبيب محمد الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا على هذا البرنامج الجميل. تسلم. شكرا يعني لمستمعي إذاعة MBC FM. أتمنى إن شاء الله نلتقيك إن شاء الله في إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعطيك العافية زميلنا خلف الخلف، صحافي تلفزيوني مراسل في MBC. شكرا لك. راح نطلع فاصل مستمعينا ونكمل حلقة اليوم من شريك النجاح. حياكم الله من جديد مستمعين MBC FM، مكملين مشوار حلقة اليوم شريك النجاح، نتكلم عن الصحفي الميداني. ويسعدنا الآن أن يكون معنا زميل الإعلامي سويد الحارثي، صحفي في سبق. رحب فيك زميلي سويد. أهلا وسهلا فيك الخلوق محمد. يا هلا وغلا. كما نرحب بالمستمعين الكرام عبر أثير إذاعتنا المفضلة MBC FM، وسعيد جدا بالظهور معكم عبر برنامج شريك النجاح. احنا اللي سعداء فيك.
خلنا نبدأ معك. أول سؤال، العمل الميداني للصحفي وش يضيف لك؟ والله بصراحة العمل الميداني يضيف للصحفي المهني شيء كثير، من ضمنها يعني ما لا شك فيه أن الصحفي يجب أن يكون هو الرقيب على المصالح العامة. صحيح. وبلا شك تحتاج هذه المهنة إلى شخصية واعية بقوانين البلد حتى لا يقع في محاذير التشهير ونحوها. يضيف العمل الميداني على الصحفي أشياء كثيرة، من ضمنها التميز من يعني من العمل الميداني والتحقيق الميداني الذي يميزه عن الزملاء الآخرين في المؤسسات الإعلامية الأخرى. جميل. خليني الحين أسألك، بما أن أنت في الصحافة والإعلام، هل العمل الميداني هو بوابة الدخول لهذا العالم؟ بالتأكيد أخوي محمد، بالتأكيد. لكن طبعا ما لا شك فيه أن هذه المهنة تحتاج إلى شخصية واعية، ويحتاج الصحفي لكمية عالية من الوعي والحكمة فيما يمكن نشره وفيما لا يجب نشره. نعم. طيب، وهي تضيف كثير أكيد للصحفي. بالتأكيد بالتأكيد أستاذ محمد، طبعا يقابل التحديات الجسيمة تواجه الصحفي، أبرزها يعني طبعا أهمية التضرع والرشاقة الوصول للمعلومة الدقيقة، وهذا يحتاج بقدر هائل من العلاقات التي تحتاج أحيانا سنوات حتى يتم بنائها. من التحديات التي تواجه الصحفي الميداني، وعي المسؤول بأن الصحفي يمارس مهنة شريفة لا تعني بالضرورة تصيب الأخطاء والسعي بإسقاطه. نعم. نعم الله عليك. إلى جانب نقطة جدا مهمة، أن الجماهير يجب أن تستوعب بأن الصحفي هو نصير لقضاياهم الكبرى وليس المطامع الشخصية والفردية فحسب. جانب آخر مهم من التحديات، طبعا دخول الصحفي مناطق الصراع أحيانا قد يعرض للخطر، مثل ما ذكر أخوي وصديقي الأستاذ خلف الخلف في المداخلة السابقة. طبعا هو ذهب إلى اليمن وواجه يعني تحديات حقيقية في الميدان. نعم. نعم الله عليك. طيب، خليني الحين حاب تضيف شيء عن الصعوبات، تفضل. والله هذه الصعوبات اللي أقدر يعني أستعرضها اللي تواجه الصحافي. جدا مهم نقطة يا أستاذ محمد، أن الصحفي المهني يجب أن ينظر إلى المصلحة العامة دون المصلحة الشخصية الخاصة. بمعنى لو فرضا وردني خبر قد يسيء لا سمح الله إلى سمعة جانب معين، لا يجب أن يرتقي الصحفي باسمه أو بسمعته على حساب مصلحة عامة، فرضا على مصلحة وطن لا سمح الله أو إلى ما شابه. نعم. جميل. طيب، الحين احنا تكلمنا عن الصعوبات اللي واجهها الصحفي الميداني، خليني الحين أسألك عن الميزات اللي يجب أن يتميز فيها هذا الصحفي. المميزات طبعا يجب أن يستشعر الصحفي بأن السلطة مهمة لبناء الوطن، بمعنى يكون قريب جدا للأفراد المجتمع، يسمع لمشاكلهم الخاصة، ينتج عن هذا صراحة متعة فائقة يستشعر الصحفي بعد انتهاء مهمته من هذا العمل، شعوره براحة الضمير تجاه إنجاز أو تصحيح خلل كان هو السبب في المطالبة به باسم المجتمع. إلى جانب جدا يعني نقطة مهمة أستاذ محمد، دعم بعض الحالات الإنسانية وحل مشاكلهم، خاصة ممن لا يملكون أداة لإيصال أصواتهم وسرد معاناتهم. هذه كلها يعني تكمن داخل دائرة استشعار الصحفي بأنه سلطة مهمة لبناء الوطن. نعم. هل يتميز الصحفي الميداني بسرعة نقل الخبر ولا خلينا نقول بمصداقية الخبر، أيهم أهم من وجهة نظرك؟ والله بالتأكيد طبعا كلتا النقطتين جدا مهمة. صحيح. بالطبع الصحفي الميداني عكس الصحفي اللي جاي على مكتب ينتظر خبر أو بيان لما يصله من جهة ما. الصحفي الميداني ينزل إلى الميدان يأخذ المعلومة بسرعة ويشوفها رأي العين، عكس من الصحفي اللي يجيه البيان عن طريق رسالة بريد إلكترون أو رسالة واتساب. يتميز طبعا الصحفي الميداني بالمصداقية كذلك. جميل.
طيب زي ما ذكرنا البعض يفضل العمل من المكاتب، لكن أنا بسألك زميل سويد الحارثي، ليه اخترت العمل الميداني؟ والله في الإعلام تفضل. فيه زاد فضلك، فيه متعة يا أستاذ محمد بالعمل الميداني، صح فيه مشقة وفيه مواقف غريبة ومحزنة ومحرجة تواجه صاحب الميدان، لكن للأمانة لدينا هيئة التحرير المقترة في صحيفتنا المفضلة سبق تفضل دائما العمل الميداني على العمل المكتبي، وهذا ما ميزها عن بعض الصحف الأخرى والملأ الحمد. نعم، بسألك بشكل شخصي، أفضل تقرير سويته وجت عليه أصداء أو تقرير ما تنسى؟ والله من فضل الله اللهم لك الحمد التقارير، يعني ما أقول كثيرة مرة، لكن يعني في تقرير ما يعني لا يمكن أنساه والله الحمد، وهو تقرير سويته في مدينة سبت العلاية تتبع منطقة عسير. نعم. عن شبيه السديس، شيخ السديس، في شهر رمضان قبل يمكن حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات، اللهم لك الحمد، الله وفقنا فيه، جاب مشاهدات مليونية في خلال أقل من 24 ساعة، وانتشر انتشار كبير جدا على مستوى الخليج العربي. جميل، كل الشكر لك الزميل الإعلامي سويد الحارثي على يعني حديثك عن هذه المهنة، مهنة الصحفي الميداني والعمل، الصعوبات اللي واجهها والميزات اللي المفروض هو يتحلى فيها. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد وإذاعتنا المفضلة MBCFM، ونراكم إن شاء الله ونسمعكم إن شاء الله لاحقا. يعطيك العافية، شكرا لك. مستمعينا راح نطلع فاصل إعلاني، وبعد الفاصل إن شاء الله بمشيئة الله راح نكمل معكم مشوار برنامج شريك النجاح، وفي حلقة اليوم اللي سمعنا الحين احنا نتكلم عن واحدة من المهن اللي فيها متاعب، اللي هي الصحفي الميداني والمراسل الميداني. إن شاء الله بنكون بعد الفاصل معكم مكملين هذا المشوار، وراح نتكلم مع صحفي آخر ونشوف هذه التجربة اللي خاضها في مشواره وأبرز الصعوبات اللي واجهها وأفضل والميزات اللي المفروض أنها تكون متواجدة في العمل الميداني. فاصل وراجعين. حياكم الله من جديد في شريك النجاح، نتكلم اليوم عن مهنة هي شريك للمنظمات للمؤسسات للمجتمع، وناقل لأصواتهم والمعاناة والمشاكل وحتى الإيجابيات اللي تكون في المجتمع. نتكلم عن الصحفي الميداني، ويسعدنا الآن أن يكون معنا الزميل الإعلامي دغش الإسهلي، إعلامي وصحفي سابق في اليوم والوطن. أرحب فيك زميلي دغش. يا هلا وسهلا أخو محمد، أسعد الله مساك ومساء المستمعين. يا هلا بك. في البداية خلنا نتكلم من وجهة نظرك أنت الشخصية، أبرز الصعوبات اللي واجهها الصحفي الميداني في عمله. طبعا الصحفي أنا أشوف صحفي هو صميم عمله الميدان حقيقة. نعم. فلا بد انه يعني مفرد الصعوبات خلاص يتخلى عنها، بما ان عملك كله اصلا صعوبات من الصحافه هي مهنه المتاعب، فانت عملك في الميدان هذا هو مكتبك، يعني الموظف يكون في مكتبه والمدير في مكتبه، انت هذا مكتبك هو الميدان، فلا بد تتعايش معك اليوم. طبعا الميدان عندنا في السعوديه يمكن حتى في اشياء بسيطه يمكن يحكمها، حتى الطقس عندنا صعوبه العمل فيه، يعني الصحفي الان في الوقت هذا ممكن يكون خارج المنزل او خارج المكتب، يواجه العمل في حرارة شديدة، أحيانا في برد شديد، أحيانا في ظروف يعني مناخية صعبة مختلفة. نعم، فهو الصحفي إذا دخل المهنة هذه لابد أن الميدان يتناسى صعوباته، لأن إذا أنت بتحط صعوبات وعراقيل ففي النهاية راح يكون عملك شوي يعني مذبذب وبسيط، وما يعني يرقى للنشر ولا يرقى أن المتابعين أصلا يبحثون عن الأعمال اللي أنت قاعد تقدمها سواء من تقارير ولا أخبار. جميل. فالصعوبات أنك قلت مثل الوقت، مثلا ظروف المناخ، مثلا عدم دراية الناس اللي في يعني مثلا وفي يمكن على موضوع الطاري الوقت وكذا، ما له وقت محدد، يعني ممكن يجيك تقرير الفجر. نعم. تقرير صحيح. أو عمل ميداني الصباح ممكن صحيح. ما له وقت محدد يعني. طبعا الصحفي بشكل عام دوامه 24 ساعة، يعني تسأل جميع الصحفيين ما عنده وقت يتقيد فيه مثلا الآخرين 8 ساعات أو 10 ساعات ويمشي 24 ساعة، أنت إيميلك شغال وأجهز شغالة، يعني أنا يعني هذا اللي تعلمنا أصلا اللي يسبقونا، الصحفي ترى ما يجي صحيح عن مواقع التواصل ما يكون هو مرتبط بالإيميل، لابد أنك تكون جاهز، يعني سواء في المنطقة اللي أنت ساكن فيها ولا حتى أثناء السفر ولا زيارات أحداث أشياء، لأن الأحداث هي سلعتك اللي قاعد تقدمها، هو الحدث الخبر التقرير
وسرعتك، والسرعة هذه وقتها قصير مثل ما يقولون، يعني إذا ما لحقت عليها خلاص راح تكون يعني غير ذات أهمية. يمكن حتى الواحد في إجازته، ممكن حتى هو في إجازة سنوية وخارج أجواء العمل، لكن تلاقي هذه المهنة معك، حتى لو سافرت تلاقي تتقصى تشوف، ممكن تجيك فكرة تقرير. عشان كذا الصحفي ترى في جانب مهم أيضا، أسرة الصحفي مثلا، والدي عائلته زوجته أبنائه دائما عايشين معها الحدث، ممكن يكون مسافر فيرتبط بعمل يشوف له حدث يشوف له شيء يجي تكليف من يعني من عمله، فلا بد أنه يضحي بكل وقت في سبيل أنه يعني يسعى إلى يعني إبراز المؤسسة الإعلامية اللي هو يعمل فيها وما تكون غائبة عن أي حدث أو عن أي شيء. طيب جميل، خليني أسألك الحين عن الميزات اللي يجب أن يتميز فيها الصحفي الميداني. حقيقة أنا أشوف يعني سعة الصدر، الأسلوب، يعني أنت بتواجه الناس في الميدان، فإذا كان صدرك طيب وما عندك أسلوب راح تتعب كثير. أيضا لابد يكون لك علاقات يعني في المكان اللي أنت فيه، لابد تكون معروف، يعني أنت تواجه أماكن بيكون فيها صعب الدخول فأنت تستعين بعلاقاتك أنك تدخل، بتواجه مسؤولين صعب أنهم يتحدثون مع الإعلاميين، فلابد يكون عندك أسلوب أنك يعني مثل ما يقول تستنطق المسؤول، تأخذ منه التصريح، تخليه يرد على تساؤلات المواطنين اللي أنت أصلاً قاعد تقدم لهم الخدمات كصحفي. فأنا أقول الأسلوب يعني شيء جميل إنه يكون في الصحفي الميداني، إنه يكون أسلوبه رائع. أيضاً نقول الكاريزما والجاذبية، يعني أحياناً بعض الناس الله أعطاه يعني هالموهبة هذه، فالناس تتعاطى معها تتقبل معها، يعني أنا ممكن أنزل للميدان أحاول أخذ لي مثلاً كلام من الناس أفشل، لكن غيري ممكن يدخل سبحان الله عند الملكة هذه، الناس تحب تتحدث معه. فأنا أشوف كثير خصوصا الصحفيين التلفزيون هو نازل الميدان الناس تحب تتحدث معه يكون يمتلك هذه. فأنا أقول الكاريزما أيضا شيء مطلوب، على فكرة ترى الكاريزما الآن تدرس، يعني أنا أنصح الأصدقاء الإعلاميين والزملاء أنهم يسعون يعني للحصول على هذه الميزة حقيقة، القبول من الله هذا أول شيء، لكن برضو نستعين بالعلم يعني في أنك تمتلك الأسلوب وأن الناس يتقبلون الحديث معك ويتقبلون أنهم يعطونك المعلومات، لأن احنا عارفين الناس الآن تخاف، لا الصحفي والله ما أقدر أتكلم معك، رجاء لا تجيب اسمي لا تطلع صوتي، بس لا تقبلوا الحديث معك، الناس خلاص أنت تكون مريح بالنسبة لهم وتمتلك الشيء هذا وتنطلق يعني. نعم. طيب خليني أسأل عن تجربتك، يعني البعض يفضل العمل من المكاتب، سبب اختيارك للعمل الميداني؟ حقيقة مثل ما قلت يعني العمل الميداني هو خير العمل الصحفي، والميدان هو اللي يعطيك الأفكار يعني متواصلة، أنت جالس تشوف يعني تعيش مع الناس، أنت طالع عملك وأنت راجع وأنت تقابل أصدقائك في أي مكان، الميدان هو مثل ما قلت مكتبك، فالعمل الميداني هو الصميم، قصصك تقاريرك أخبارك هي اللي تطلع فيه. وأنا أشوف خصوصا حتى الصحفيين الآن المخضرمين والكبار كل تجاربهم في العمل الميداني هي اللي يفخرون بها، يعني أنا مش أحد يفخر في عمل في المكتب، خصوصا إنه يكون جالس ما يكون حتى ما يكسب مثلا معرفة ولا علاقات بعدين ممكن من الناس يحبوني فيها في المجتمع. الصحفي الميداني يكون معروف خلاص، يعني أنت تكون حتكون مشهور يعني وأنت الميدان كثير، يعني المحررين والعلميين يكونوا معروفين في مجتمعهم، أصبحوا بالعكس الآن صاروا نجوم على فكرة يعني. صحيح. طيب خليني أسألك عن المستوى الشخصي زميلي دغش الإسهالي، تقرير سويته وما تنساه وجاب أصداء كبيرة، تفضل. والله حقيقة التقارير كثيرة وعزيزة على قلبي، لكن في تقرير مميز كنت في جريدة الوطن، كان في سجين سعودي في العراق لما استولد داعش على بعض المناطق في العراق، كان هو في السجن، طبعا هو مثل نقول لا ناقل ولا جمل، هو كان رايح زيارة للعراق. فقص لي قصته ونزلتها كاملة في الجريدة، من ساعة سيطر الداعش على السجن اللي هو فيه إلى أن خرج، إلى أن مشى على الأقدام، مر بحدود أكثر من دولة، إلى أن استقبلوه يعني الأخوان في السفارة السعودية في إحدى الدول، إلى أن رجع إلى المدينة المنورة. يعني كانت قصة وتقرير مثير جدا، ولقى أفضاء والحمد لله وصل بالسلامة المواطن وهي أبنائه، يعني بعد قصة مريرة ومتاعب، وهذا صراحة من الأشياء اللي أنا أفتخر فيها. أيضا لا أنسى أن التقارير اللي تلامس الحالات الإنسانية مثل الحالات اللي يعني تحتاج علاج والحالات اللي ممكن يسلط عليها الضوء، وتساهم يعني الصحف والمواقع الإلكترونية حقيقة والزملاء الإعلاميين في نشرها وإيصالها وبالتالي حصولها على العلاج ولا تسليط الضوء عليها بحيث أن المسؤولين ينتبهوا لها، نسويت كثير من التقارير للنوعية هذه والحمد لله يعني أنا أعتز كثير وأفتخر فيها. نعم. جميل، كل الشكر لك الزميل الإعلامي دغش الإسهالي، يعطيك العافية ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في مسيرتك العالمية. الله يعافيك، شكرا جزيلا أخوي، الله يسعدك، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.
والشكر لكم مستمعينا اللي خصصتوا وقت من يومكم أو جزء من يومكم لسماع برنامج شريك النجاح، وإن شاء الله نتشارك في نجاحات كبيرة، لأن هذا الوطن يستاهل الكثير، يستاهل الإنجازات، يستاهل النجاحات، ونشارك بإذن الله تعالى النمو والعطاء. بكذا أكون وصلت معكم ختام مشوار حلقة اليوم من شريك النجاح. يتجدد معكم الموعد بداية الأسبوع القادم. هذه أجمل تحية مني محمد الإبراهيم، ومن شريك نجاحي في هذا البرنامج الزميل المعد أحمد الشهري.